نظرا لقرب حملة الحصاد في محافظة نينوى، اليوم تم إطلاق تجهيز زيت الغاز الخاص بحملة الحصاد للفلاحين. نهيب بإخواننا المزارعين مراجعة المحطات الحكومية والأهلية لغرض استلام حصة زيت الغاز للحاصدات، وكذلك مراجعة المحطات في أقضية ونواحي محافظة نينوى كافة. اليوم تم إطلاق أول دفعة، الكمية المخصصة لمحافظة نينوى 22 مليون لتر من قبل شركة التوزيع للمنتجات النفطية دعما الفلاحين في محافظة نينوى. اليوم بالتعاون مع خلية الأزمة تم إكمال كافة الاستعدادات لإنجاح حملة الحصاد لعام 2019.